طبعا هذه الخشية والحذر من لدى سكان مدينة الموصل لم تأتي من فراغ، طبعا بسبب الاحتجاجات أو موجة الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة. هناك احتجاجات شهدتها منصة الاحتفالات الواقعة شرق مدينة الموصل، إضافة إلى مناطق السهل نينوى، هذا طريق الحيوي الذي يربط محافظتي نينوى وأربيل، قطع بشكل كامل ليومين متتاليين بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها لبعض المرشحين الخاسرين في هذه الانتخابات. طبعا الخشية والحذر يعودين لدى سكان مدينة الموصل من حدوث أزمات سياسية قد تعصف بالمحافظة من جديد، وقد تولد أيضا أزمة أمنية جديدة في المحافظة وفي مدينة الموصل على وجه التحديد. طبعا مفوضية الانتخابات عزت أو تعزو هذه الأسباب وهذه الهجمة التي شهدتها على مدار أيام متتالية بسبب خسارة بعض الكتل السياسية لمرشحيها خلال الانتخابات النيابية الحالية. طبعا عزز ذلك بأن هنالك هذه الانتخابات بأنها انتخابات نزيهة وشفافة وجرت تحت إشراف أممي ودولي في المحافظة. طبعا الكتل السياسية يعودي اليوم تطالب بحلين لا سبيل لهما. الحل الأول هو إلغاء النتائج التي جرت وإرجاع الانتخابات إلى موعدها الأصلي. أما المطلب الثاني هو إعادة العد والفرز بشكل يدوي. أما مفوضية الانتخابات وتحديدا مكتب نينوى تقول أن هذين المطلبين مستبعدان بشكل تام لأسباب عديدة، وهنالك لأسباب أن هنالك كتل وأحزاب سياسية قد يعني تم إعلان فوز مرشحية خلال الانتخابات النيابية، وهذا الأمر مرفوض تماما لدى الكتل السياسية خصوصا في بغداد ولدى أربيل كذلك.